أهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في هذه التغطية الرياضية الخاصة بأبرز المستجدات على الساحة الرياضية. ويبدو أن يعني ثورة التصحيح في الأهلي بعد ضياع بطولة الدوري رسميا وتتويج الزمالك باللقب للمرة ال13 بدأت من الآن بحسم ملفات عدد من لاعبي الفريق اللي هيتم الاستغناء عنهم سواء بقى بتسويقهم والبيع أو بفسخ التعاقد، حيث تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اجتماعا حاسما لمناقشة العروض التي وصلت إليها القلعة الحمراء بشأن اللاعبين الراحلين عن الأهلي في موسم الصيف، وده بيأتي بعد ما استقر مسؤول النادي الأهلي على تسويق 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تمهيدا لرحيلهم عن القلعة الحمراء في ظل يعني قناعة الجهاز الفني بقيادة بالتأكيد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعدم جدوى استمرارهم بالموسم الجديد بعد يعني ظهورهم بشكل سيء في المباريات الأخيرة بالدوري. واستقر مسؤول الأهلي على رحيل الكونغولي والتر بواليا والنيجيري جونيور أجايه بجانب ناصر ماهر ومروان محسن في ظل تراجع مستواهم وعدم قدرتهم على حجز مكان أساسي في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر. خلوني أقول لحضراتكم إن مصدر بالنادي الأهلي كشف إن مسؤول القلعة الحمراء أنهوا إجراءات فسخ التعاقد مع النيجيري جونيور أجايه لاعب الفريق، وقال المصدر قال في تصريحات خاصة لليوم السابع إن الأهلي أنهى إجراءات فسخ التعاقد مع جونيور أجايه بالتراضي منذ ساعات قليلة بسبب رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني في عدم استمرار اللاعب مع النادي بالموسم الجديد بعد تراجع مستواه. وابتعد أجايه عن مستواه منذ عودته من الإصابة مما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خلال مباريات فريق الأهلي في الفترة الأخيرة، مفضلا الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري أيضا. الحقيقة عرض نادي مالاتيا سبورت التركي جاء لنادي الأهلي ب $700,000 من أجل استعارة الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق لمدة موسم كامل، ويأتي العرض التركي ضمن عروض أخرى تلقاها اللاعب الكونغولي الأيام الماضية تمهيدا للرحيل عن النادي الأهلي خلال الصيف الجاري. كمان قدم مسؤول النادي التركي عرض ب $700,000 أي ما يقرب من حوالي 11 مليون جنيه خلال الإعارة موسم مع وجود نية البيع النهائي، وخرج والتر بواليا من حسابات بيتسو موسيماني خلال المباريات الأخيرة بعدما حصل على فرص بالجملة في خط هجوم المارد الأحمر. وكمان تعاقد الأهلي مع والتر بواليا قادما من الجونة في يناير الماضي، يعني دي لمحة كده سابقة، تعاقد معاه في صفقة كبدت خزينة القلعة الحمراء حوالي 22 مليون جنيه. وأصبح رحيل بواليا عن الأهلي يعني مسألة وقت في ظل عدم استغلاله الفرص التي منحها له الجهاز الفني طوال الموسم الجاري، رغم أن بواليا سجل هدفين يعني يعتبروا من الأهداف المؤثرة في مباراتي الإنتاج الحربي وأسوان منذ أيام، إلا أن هذا لم يغير الحقيقة من وجهة نظر الجهاز الفني للفريق بضرورة رحيل اللاعب وعدم بقائه في القلعة الحمراء. كمان جدير بالذكر ان اسم بواليا ارتبط الفترة الماضية بعروض من الدوري المحلي وتحديدا من سيراميكا ونادي السابق ايضا الجونة بجانب عرض من الحزم السعودي. كمان اتجه الاهلي للاستغناء عن جونيور أجايه والكونغولي والتر بواليا الذي يملك اكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء من اجل قيد الثنائي الجدد بيرسي تاو القادم من براتيون الإنجليزي وأيضا لويس ماكاسوني القادم من سيمبا التنزاني، والذين نجحوا بشكل كبير في يعني أن إدارة الأهلي تتعاقد معاهم خلال الفترة الحالية. دي يعني كانت تغطيتنا عن فترة الانتقالات التي سوف تطرق على النادي الأهلي ويعني حسم النادي الأهلي لبعض الملفات مع عدد من اللاعبين. يعني دي كانت تغطيتنا الرياضية في أبرز ما جاء على الساحة الرياضية وخاصة بالنادي الأهلي، وإحنا دوما بالتأكيد بنتابع مع حضراتكم كل ما يخص يعني كافة الأصعدة الرياضية والفنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. أشكركم طبعا شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات ومتابعات إخبارية جديدة على مدار الساعة. شكرا لكم وأيضا لكم.